تبقى هو ازاي؟ بكرة انت هتشوف بنفسك. ايوه يا حضرة المأمور. مين؟ هو عندك؟ خليه مستني وانا حابقى اتصل بيك. يا نوسة، نوسة. ايوه حاجة. تعال، المأمور كلمني دلوقتي وقال لي ان هو قاعد عندي. يعني انت عايزاني اقابله يا حاجه؟ امال يعني هتنتقبي بالمراسله؟ ايوه عايزاك تجرجريه. بس يعني مدام جيري ورايا وجاي لحد هنا يبقى اكيد لسه بيحبني. الله، هنرجع نحن تاني؟ لا بس. بس ايه؟ ما بسش، لو مش قادر على نفسك وهتقعي على بوزك خليكي بعيد احسن. مين دي اللي تقع على بوزها؟ ده انا لف عشرة زيه على صباعي. نعم، ما هو لفك انت يا اختي وجابك في السجن. خدني على اخوانه. علي انا الكلام ده؟ الواد ده مهما عمل فيك مش هتقدر تطلعيه من قلبي. هطلعه يا حاجة، وانحكمت هشيل قلبي من صدري وادوس عليه تحت رجلي. يا نوسة، الست اللي تنتقم تبقى لسه بتحب. احب اه، لكن اتظلم لا. هو ده الكلام. لو عاوزة تأدبي بصحيح لا تغفري ولا ترحمي ولا تسيبي حقك، عشان يفضل معاكي لازم يفضل محتاج لك ومش طايح عطشين، وجرجريه وراكي على قد ما تقدري، لعبيه بالعقل، ومهما حصل اوعي تديله اكتر ما خدتي. عندك حق يا حاج في كل اللي بتقوليه. خلاص، يعني نقابله ولا نقفل بابنا علينا ويا دار ما دخلك شر؟ لا يا حاج، نفتح بابنا، نفتحه على الاخر كمان كده. طب يلا خشي جوه كده، تزوقي وتوليتي كده وخليكي على سنجة عشر. حاضر يا حاج. ايوه يا حاجة، هو لسه موجود عندي، ابعته لسيادتك؟ حاضر حاضر حاضر، ابعتهولك حالا. اتفضل. ما شاء الله ما شاء الله، دي البت نوسة كان عندها حق. معقول اللي انا شايفه ده؟ ايه، عجبك العنبر بتاعي؟ عنبر؟ هو ده تبع السجن فعلا؟ تبع ومش تبع. فزورة دي ولا ايه؟ انت اسئلتك كتير كده ليه؟ طب معلش اخر سؤال، هي نوسة فين؟ طب اتفضل استريح الاول. يا نوسة، نوسة. أسيبكوا تقعدوا مع بعض شوية. ازيك يا نوسة؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ليكي حق تزعلي مني، بس لازم تسمعيني قبل ما تحكمي. انا مش عايزة اسمع حاجة. استني يا نوسة استني، ممكن اعرف انت ليه رافضة تقابليني؟ وليك عين تسأل سؤال زي ده يا متعلم يا ابن المدارس؟ اسمعيني يا نوسة. اسمع ايه تاني؟ اسمع ايه؟ انت رميتني في السجن بعد ما اتعلقت بيك، وانا اللي عمري ما اتعلقت بحد ولا حطيت حد في دماغي، وكله كان بيترمى تحت رجليا وانت عارف. يا نوسة انا والله ما كنت عايزه حاجه منك ولا كنت طمعانه في حاجه، انا كنت عايزك انت بس. وانا ما كنتش عاوز حد غيري، وعمري في حياتي ما فكرت اني اجرحك ولا اذيك، وبعتلك عسليه عشان تفهمك انا عملت كده ليه. عشان ما تسجنش مش كده؟ انت عاوز انقذك، قلت اخرجك باي وسيله وبعد كده نتصرف. وكانت النتيجه ايه؟ سجن ده ولا مش سجن؟ ابويا ضحك عليا يا نوسة، خدعني. اعمل له ايه يعني؟ اقتله؟ لا اقتلني انا. ما تصعبهاش علينا اكتر من كده، كفايه اللي حصل لنا احنا الاثنين. انا اللي حصل لي؟ انت حصل لك ان شاء الله. وانت فكرك لما تبقي موجوده بعيد عني وفي مكان زي ده حاجه سهله بالنسبه لي؟ عشان كده اتجوزت والعيل جاي في السكه. يا نوسة حاولي تفهم انا اتجوزت ليه وتديني فرصه. انت كنت فاكر ايه؟ ان انا اول ما اشوفك هاجر عليك وترمي في حضنك؟ لا يا حبيبي، ده لا انت ولا فلوسك ولا اي حاجه في الدنيا تخليني اترمي تحت رجليك. نوسة ما حدش يذلها ابدا. معاش ولا كان اللي يذلك، انا اللي جاي استسمحك وابوس ايدك عشان تنسي وتديني فرصه اعوضك عن اللي فات. انا مش هسيبك تاني يا نوسه، ولما تخرج مننا هنتجوز وهرد لك اعتبارك قدام الدنيا كلها. والنبي والنبي بلاش الكلام ده، انا مش حامل صدمه تانيه فيك. حط عينك في عينيا وقولي لي انك ما بقتش تحبيني تاني، وساعتها مش هتشوفي وشي. قوليها لي يا نوسة، قوليها لي في وشي. وحشتني وحشتني أوي يا عمر. يا نوسة
ياه اخيرا قلتيها، وحشتيني. ميعاد الزيارة انتهى، ميعاد الزيارة انتهى يا باشمهندس. انا مش همشي غير لما نوسة تقول لي امشي. قولي له يمشي يا نوسة، نوسة قولي له يمشي. استني يا نوسة. قالت لك امشي يا باشمهندس. يا فندم اللي بيحصل في عنبر السجينة وهيبة ده عيب وما يصحش في حقنا. وايه اللي بيحصل في عنبر السجينة وهيبة وعيب وما يصحش في حقنا؟ ازاي يعني سيادتك تسمح بالرجال يخشوا العنبر جوه ولا عارفين ايه اللي بيحصل؟ هيكون ايه اللي بيحصل يعني؟ دي ناس كبار في البلد بييجوا يعملوا زيارات للحاجة وهيبة. لا يا فندم الكلام ده مش مظبوط، الزيارات ليها اماكنها ولازم تبقى تحت نظرنا، انما شغل السلطه اللي بيحصل ده التسيب بعينه. انت اتجننت يا شريف؟ سلطه وتسيب في السجن بتاعي؟ تقصد تقول ايه؟ انا طرطور يعني؟ لا يا فندم ما قلتش انك طرطور، انا بقول ان في تسيب في السجن. انت بتسمي المرونه والتساهل مع المواطنين سلطه وتسيب؟ الناس اللي بتيجي للحاجه وهيبه ناس بتيجي تعمل مصالح. بالنسبه للمصالح بقى سعادتك يعني ايه نوع المصلحه بقى اللي الشاب ده دخل عند الحاجه وهيبه يخلصه؟ انت عارف الشاب ده يبقى ابن مين؟ لا مش عايز اعرف هو مين، هو جاي يعمل ايه هنا؟ الله ده انت غيران بقى. غيران ايه بس يا فندم؟ ايه اللي سيادتك بتقوله ده؟ انت عارف كويس قوي انا اقصد ايه يا شريف؟ انت بتغلط كتير قوي اليومين دول، واللي انت بتعمله انت والبنت اللي اسمها نوسه بقى على كل انسان. انا؟ وانا عملت ايه يا فندم؟ امال انا؟ اوعى تفتكر ان انا نايم على وداني يا شريف، انا عارف كل حاجه بتحصل في السجن هنا، عشان كده انا بحذرك يا شريف. احسن حاجه تخليك في نفسك وتلزم حدودك. يا فندم اللي حضرتك بتقوله ده انت بتظلمني كده. اتفضل اتفضل شوف شغلك. استنى هنا. ما تعلمتش كلية الشرطة لما تنصرف من قدام رتبة على منك، تقدم تحية. تمام يا فندم. ليه كده يا حاجة؟ ده احنا ما كملناش خمس دقايق. لو كنت استنيت كنت بوظت الدنيا. ألف عشرة على صباعي، ده اللي احنا اتفقنا عليه. وأكتر كمان، ده أنا اديته كلمتين في عظمه. حصل. بدليل أول ما قال لك كلمتين حلوين ورمالك كارت الجواز كنت هتكشفي ورقك. انا لا، انا اللي كان هيغمى عليا وكنت هترمي في حضنه. ما هو عايز يتجوزني وانا ما صدق. ما هو طلبك قبل كده للجواز، وبدل ما يلبسك الدبل لبسك الكلبشات. مظلوم، ابوه هو اللي عمل كده من وراه، واول ما عرف جالي على ملا وشه وانا اللي رفضت قبله. يا سلام، شفت ازاي؟ هو كمان انا ما اقدرش اتبطر عن نعمه، ده انا كان يتقطع لساني ولا اقولوش لا ابدا. ما كان من الاول فورت دمي ووجعت دماغي على الفاضي. رايحه فين بس؟ رايحه اشوف حالي، ما عنديش وقت اضيعه معاكي. وقتك ما ضاعش ولا حاجه، بالعكس. نعم يا اختي. ما هو مدام خلت عليكي وصدقتي يبقى كمان هو صدق. بنت يا نوسه. عيب يا حاجه، انا تلمست.